استغفر الله تبني الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماء ومن الأرض ومن ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، لا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في الحديث الآخر قيل لهم في ختام مجلسهم: قوموا مغفورا لكم، بدلت سيئاتكم حسنات، وهم القوم لا يشقى بهم جليس. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل، قال: باب فضل الصلوات. بعد أن تكلم رحمه الله تعالى، وهذا من حسن صنيعه رحمه الله، عن فضل الوضوء وفضل الأذان، تكلم عن فضل الصلاة. فما ذكره عن فضل الوضوء وفضل الأذان كله تمهيد لأجل بيان فضل هذه الصلاة وعظيم مكانتها. فإذا كان هذا فضل الوضوء وفضل هذا الأذان الذي هو تمهيد لهذه الصلاة، فكيف بفضل الصلاة نفسها؟ ففضل الأذان وفضل الوضوء والمشي إلى المسجد وغير ذلك من الفضائل التي هي تمهيد إلى هذه الصلاة وبداية لها، هو دلالة على فضلها وعظيم مكانتها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الصلاة هي أعظم الطاعات وأجل العبادات وأعظم القربات عند رب الأرض والسماوات، ولذلك صار عليها مدار صلاح الأعمال وفسادها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه المرء من عمله صلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. إذا صلاح العمل وفساده يوم القيامة على هذه الصلاة، فصلاحها صلاح الأعمال وفسادها فساد الأعمال، ولذلك هي عمود الدين، وهي الركن الثاني، وهي الفارقة بين المسلم وبين الكافر. فمن صلى فهو مؤمن، ومن لم يصل فهو كافر، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالصلاة شأنها عند الله عظيم، هي أعظم العبادات وأكثر العبادات التي جاءت فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك عبادة من العبادات جاءت فيها أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة، حديث كثيرة لا تعد ولا تحصى. لذلك العناية بالصلاة يجب أن يكون هو أول اهتمامات المرء، لا يقدم على هذه الصلاة أي أمر من أمور الدنيا أبدا. ومن كان هذا شأنه فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يجد في هذه الدنيا التيسير والتوفيق والبركة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الصلوات. والمراد بالصلوات هنا الصلوات الخمس، وإلى هناك صلوات نوافل، وصلوات من فروض الكفايات، وصلوات هي من فروض العين عند بعض أهل العلم، لكنها ليست من الصلوات المتكررة. لكن مراد المصنف رحمه الله في هذا الباب هو بيان فضل الصلوات الخمس المفروضة في كل يوم وليلة. وإذا أردت أن تعرف عظيم قدر هذه الصلاة، فتأمل هذا الأمر العظيم، أن الله سبحانه وتعالى جعلها تتكرر علينا في اليوم والليلة خمس مرات. ليس هناك عبادة، بل من أركان الإسلام، ليس هناك عبادة تتكرر عليك في اليوم والليلة خمس مرات إلا هذه الصلاة. تأتي إلى الزكاة لا تأتي في السنة إلا مرة، والصيام لا يأتي في السنة إلا مرة، والحج لا يجب على المرء في عمره إلا مرة. بينما هذه الصلوات لا بد أن تؤديها في اليوم والليلة خمس مرات. ولذلك كان لهذه الصلاة شرف الزمان
وشرف المكان وشرف الكيفية عند فرضها. اختصت بهذه المزية عن بقية العبادات: شرف المكان وشرف الزمان وشرف الكيفية. فأولا شرف الزمان، فقد فرضت هذه الصلاة في أعظم ليلة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة الإسراء والمعراج. ليلة الإسراء والمعراج، هذا شرف الزمان. ولها شرف المكان، فقد فرضت هذه الصلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو فوق 7 سماوات، بينما بقية العبادات فرضت على النبي وهو على الأرض، ينزل عليه الوحي عن طريق جبريل فيوحى إليه. الصلاة فرضت بشرف المكان من فوق 7 سماوات، والنبي صلى الله عليه وسلم فوق 7 سماوات. وشرف الكيفية، شرف الكيفية وهي أن الله سبحانه وتعالى كلم النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة في فرض هذه الصلاة، وهي عبادة، هي العبادة الوحيدة التي اختصت بهذه الميزة، أن الله كلم النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة ومن غير وحي جبريل عليه الصلاة والسلام، بل كلمه مباشرة من غير ترجمان في فرض هذه الصلاة على هذه الأمة. بينما بقية عبادات والطاعات كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل. فلها شرف الزمان وشرف المكان وشرف الكيفية. والكلام عن الصلاة يحتاج إلى دروس ويحتاج إلى محاضرات ويحتاج إلى خطب لا نوفيه في هذه الدقائق المعدودة. فقال رحمه الله تعالى: باب فضل الصلوات. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة، الصلاة هي المراد بها الصلاة التي كانت وفق السنة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صلى الصلاة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بحضور قلب وإقبال على الله فإنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر ولا بد. فإن وقع في فحشاء ومنكر فليرجع إلى نفسه ولا يرجع إلى الصلاة. الصلاة تنهاك إن أقمتها كما أمر الله وكما أمر رسول الله، لكن التقصير منا نحن، فلذلك وقوعنا في شيء من المعاصي والذنوب هو بسببنا نحن وليس بسبب الصلاة. فالصلاة إن أقيمت على الوجه الذي يرضي الله عز وجل فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا بد. بل إن الذي يحافظ على الصلاة محافظة تامة فإنه إن لم يعني ينتهي انتهاء كاملا عن الفحشاء والمنكر فإنه إن وقع لا يقع في كثير، وإن وقع في قليل فإنه يعود ويرجع. فإذن الصلاة التي تقام كما أمر الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء هو ما غلظ من الذنوب والمعاصي، والمنكر هو بقية المنكرات. فالصلاة كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.